بسم الله الرحمن الرحيم. في ستات كتير يا جماعة ما تعرفش هل في فرق بين الاغتسال من الحيض والنفاس والاغتسال من الجنابة. في ستات كتير بتفتكر ان الاغتسال او الغسل من الحيض والجنابة هو نفس الوضع، لكن اخت الكريمة في فرقين اتنين بين غسل الحيض وغسل الجنابة، هنعرفهم مع حضراتكم من خلال هذا الفيديو من قناتي كل جديد حول العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن تنقضي الدورة الشهرية بعد يوم أو اثنين أو ثلاثة حسب المعتاد لكل السيدات، في الفيديو ده هوضح لحضراتكم الفرق بين الاغتسال من الحيض والاغتسال من الجنابة. البداية لازم كل ست تعرف أن المرأة بتغتسل من الجنابة، يعني بعد العلاقة الحميمية مع الزوج أو حتى نتيجة احتلامها ونزول المني، فبيجب عليها الاغتسال، وفي الحالة دي بيكون اسمه الاغتسال من الجنابة. والحالة التانية هي الاغتسال بالنسبة للمرأة من الحيض أو النفاس. طيب يا ترى هل في فرق بين الحيض والنفاس والجنابة؟ تعالوا الأول نعرف هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيغتسل كان بيغتسل إزاي، والحالة دي بيشترك فيها الرجال والنساء على حد سواء، يعني إذا كان الاغتسال هو من الجنابة. والاغتسال من الجنابة بيكون نتيجة المعاشرة الزوجية أو الاحتلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيغتسل من الجنابة كما جاء في السنة النبوية المطهرة، كان في الأول بيغسل إيديه 3 مرات، وبعد كده بيغسل أماكن الأذى أي الأماكن الخاصة في جسمه، بعد كده بيتوضأ وضوء كامل كما يتوضأ للصلاة، وبعد كده بيضع إيده في الإناء ويبلل أصابعه صلى الله عليه وسلم ويدخلها بين شعره، يعني بيمسح بها أصول الشعر في الرأس. وكان صلى الله عليه وسلم بيصل إلى منابت الشعر، يعني إلى أرضية الرأس بمعنى أصح زي ما احنا بنقول. بعد كده بياخد الماء ويضع على رأسه الشريفة 3 مرات وترا، بعد كده بيعمم صلى الله عليه وسلم جسده كله بالمية وبتوصل المية لكل مكان في الجسد. الأول طبعا بنبدأ بالنية، يعني في البداية خالص لازم نكون بننوي الاغتسال، يعني بنعرف بنغتسل ليه علشان نفرق بين الغسل العادي، مثلا واحد حران او بيحتاج يغتسل لترطيب جسمه بشوية مية مثلا، في الحالة دي بيعتبر الغسل غسل عادي يعني لكل الاشخاص يعني. لكن لو شخص سواء رجل او امرأة بيغتسل من الجنابة او الحيض بالنسبة للمرأة لابد من النية، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يبقى ده اسمه غسل الجنابة بتفعله المرأة ويفعله الرجل. لكن المرأة أحيانا بتكون عندها ضفائر في شعرها، فهل يجب عليها إنها تفك ضفائر شعرها وده طبعا في غسل الجنابة رغم تكرار الغسل، يعني بيحصل العلاقة الحميمية بين الزوج والزوجة أكتر من مرة في أوقات قريبة، وده بيأثر على الشعر وأيضا بيكون في مشقة على الزوجة في إن هي تفك شعرها يعني. فهل لازم على المرأة إنها تفك ضفائر شعرها في الاغتسال أم لا؟ والإجابة إذا كان غسل جنابة لا يجب عليها أن تفك ضفائر شعرها، لكن الواجب توصيل المية إلى أصل الشعر أي منبت الشعر في الرأس. لكن الضفيرة مش مشكلة خالص إن حضرتك تفكيها، المهم إن المية توصل لكل الشعر يعني، وإن كده كده الشعر ده هيصيبه الماء. لكن لو أرادت المرأة يعني فك ضفائر شعرها فلا بأس ولا حرج من ذلك يعني. والسيدة ميمونة رضي الله عنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسألة فك الضفيرة وهل يجب على المرأة أن تفكها في غسل الجنابة، قال لها صلى الله عليه وسلم لا، إنما يكفيك أن تضع الماء على رأسك 3 مرات حتى يصل الماء لمنبت الشعر، ثم تفيضين عليك بالماء فتطهرين، وبكده يبقى حضرتك خلصتي غسل الجنابة.
وبكده يبقى كمان خلصتي غسل الحيض او النفاس، يعني مفيش فرق بين الاتنين، اي غسل الجنابة وغسل الحيض؟ لا، في فرق بسيط بين الغسلين، اللي هو ايه؟ ان غسل الجنابة لا يجب عليك انك تفكي ضفيرة شعرك، يعني عادي ممكن ما تفكيش ضفيرة الشعر، لكن في غسل الحيض علشان بيتكرر مرة واحدة شهريا، الاولى او الامر ده فيه بسيط جدا، والعلماء قالوا يجب على المرأة ان تفك ضفيرة شعرها في غسل الحيض، وده بسبب الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر فيه المرأة ان تصب الماء صبا وتدلك رأسها، وبالتالي حتى تدلك رأسها يعني يجب عليها فك ضفائر شعرها. لكن الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي قالوا يستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس أن تفك الضفيرة، يستحب وليس واجب. الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة التلاتة قالوا يستحب، لكن الإمام أحمد بن حنبل أوجب ذلك، يعني المذاهب الثلاثة قالوا يستحب والإمام أحمد بن حنبل قال يجب، يعني وجوب. الأئمة لم يوجبوه لكن قالوا يستحب والأفضل أن تفك ضفيرتها في غسل الحيض والنفاس. ثانيا، الفرق الثاني بين غسل الجنابة وغسل الحيض أو النفاس، إن في غسل الحيض والنفاس المرأة ممكن تستخدم منظفات رائحة طيبة مثلا لإزالة أثر الدم من الفرج وإزالة الروائح الكريهة اللي هي موجودة بسبب دم الحيض، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لامرأة سألته، قال لها خدي فرصة من مسك، يعني خدي بعض المسك وتتبعي بها أثر الدم. وعلمتها السيدة عائشة رضي الله عنها ازاي تعمل كده، يعني ان هي تطهر أثر الدم وتخلي رائحته طيبة. يعني يبقى الفرق الأول إن المرأة بتفك الضفيرة في الحيض والنفاس، والفرق الثاني إن المرأة بتستخدم المنظفات والمطهرات والرائحة الطيبة قبل تعميم الجسد بالماء علشان تطهر موضع الدم. وبكده عرفنا إزاي تطهر من الحيض والنفاس، وإزاي المرأة تطهر كمان من الجنابة، والفرق بين الغسلين. أرجو أن يكون الفيديو ده أفاد حضراتكم بمعلومة، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات قادمة بإذن الله. أترككم جميعا في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.